الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي الطلاب، طلاب الصف العاشر، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله جميعا في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. إن شاء الله تعالى في هذه الحصة نتناول مهارة من مهارات التذوق الفني وعنوان الاستعارة التصريحية. إذا عنوان هذه المهارة الاستعارة التصريحية. ركزوا معي يا أبناء الطلاب وانتبهوا جيدا حتى نتعرف على معنى الاستعارة التصريحية وعلى الأمثلة التي تشتمل على استعارة تصريحية وما أثر الاستعارة في المعنى. هذا هو تعريف الاستعارة أبناء الطلاب الذي يظهر أمامكم. هي عبارة عن تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، حذف أحد طرفيه. كما تعلمون أبناء الطلاب، وقلنا قبل ذلك في حصص ماضية، أن التشبيه البليغ عبارة عن تشبيه حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه، فهو يشتمل على المشبه وعلى المشبه به فقط. هذا هو التشبيه البليغ. أما الاستعارة عبارة عن تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، إما أن نقوم أبناء الطلاب بحذف المشبه أو أن نقوم بحذف المشبه به. فإذا حذفنا أبناء الطلاب المشبه، إذن أبنائي الطلاب كما قلنا الاستعارة نوعان، استعارة مكنية واستعارة تصريحية. الاستعارة المكنية تكلمنا عنها قبل ذلك في حصة ماضية، وهي عبارة عن تشبيه بليغ حذفنا منه المشبه به، حذفنا منه المشبه به ولكننا أبقينا على شيء من صفاته. عندما أقول الصبح إذا تنفس، هنا بكل بساطة لأبناء الطلاب الصبح لا يتنفس، فالتنفس من صفات الإنسان. إذا نقول هنا في هذه الآية أنه شبه الصبح بإنسان يتنفس، لكنه حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه أو من صفاته وهو التنفس. في هذه الحصة نتكلم عن الاستعارة التصريحية، وهي عبارة أيضا أبناء الطلاب عن تشبيه بليغ، لكننا سنقوم بحذف المشبه. إذن في الاستعارة المكنية نقوم بحذف المشبه به، لكن في الاستعارة التصريحية نقوم بحذف المشبه. عندما نقرأ قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المحذوف هنا أبناء الطلاب هو المشبه. لماذا؟ لأن المقصود بكلمة حبل هي دين الله. إذن الاعتصام هنا ليس بالحبل بل بالدين، فمعنى هذا الكلام أنه شبه الدين بالحبل ولكنه حذف المشبه وأبقى على المشبه به، فهذه تسمى استعارة تصريحية. عندنا كثير من الأمثلة أبناء الطلاب نعرضها لكم إن شاء الله تعالى، نعمق بها هذه المهارة ونثبتها في أذهانكم إن شاء الله تعالى، فانتبهوا معي. عندما نقرأ هذه الآية كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، المعروف أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخرج الناس من الكفر إلى الإسلام، من الكفر إلى الإسلام. فإذا المقصود هنا بكلمة الظلمات هي الكفر، والمقصود بكلمة النور هي الإسلام. فإذا هنا شبه الكفر بالظلمات والإسلام بالنور، ولكنه حذف المشبه وأبقى على المشبه به، وهذه تسمى استعارة تصريحية. وأثر هذه الاستعارة من خلال المعنى أنها توضح أبناء الطلاب أهمية الإيمان لحياة الإنسان المسلم. إذا جاءت هذه الآية
في الاختبار أو في أي سؤال ويقول لك بين نوع الاستعارة، نقول أنها استعارة تصريحية. لماذا؟ لأنه شبه الظلمات، عفوا، شبه الكفر بالظلمات وشبه الإسلام بالنور وحذف المشبه وأبقى على المشبه به. مثال آخر أبنائي الطلاب يوضح معنى الاستعارة في قول المتنبي، وهو يصف دخول رسول الرومي على سيف الدولة الحمداني، يقول: وأقبل، ركزوا معي، يمشي في البساط فما درى إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي. المتنبي هنا يصف دخول رسول الرومي على سيف الدولة الحمداني، فملاحظ هنا أن المتنبي وصف سيف الدولة مرة بالبحر ومرة بالبدر، فهنا استعارة تصريحية، لكن لماذا؟ لأنه حذف المشبه وهو سيف الدولة وأبقى على المشبه به، فقد شبه سيف الدولة مرة بالبحر ومرة بالبدر. وأثر هذه الاستعارة أبناء الطلاب كما يظهر أمامكم أنها توضح مكانة سيف الدولة وأيضا رفعة سيف الدولة وعلو مكانته. هذا مثال أيضا إذا جاء إلينا في الاختبار أو في أي سؤال نقول أن هذا البيت يشتمل على استعارة تصريحية. مثال آخر أيضا يقول التهامي يا شباب في رثاء ابنه: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. ركزوا معي في قول التهامي في رثاء ابنه عندما توفي، يقول: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. المقصود هنا من النداء ليس الكوكب أبناء الطلاب، ولكنه ينادي على ابنه. وأيضا هنا دليل أو أثر الاستعارة يوضح مكانة الأبناء عند الآباء أو مدى حزن الشاعر على موت ابنه، فالاستعارة هنا استعارة تصريحية حيث شبه ابنه بالكوكب وحذف المشبه ولكنه صرح بالمشبه به. وأثر الاستعارة هنا كما قلت لكم أنها توضح مدى حزن الأب على ابنه أو توضح مكانة الأبناء عند الآباء. مثال آخر أبناء الطلاب يوضح معنى الاستعارة التصريحية، عندما أقول: دافع أسودنا عن وطننا، دافع أسودنا عن وطننا، أو رأيت بحرا يتصدق على الفقراء. السؤال هنا: هل الأسود هي التي تدافع عن الوطن؟ بالطبع لا. هل البحر هو الذي يتصدق على الفقراء؟ أيضا الإجابة لا، فالذي يدافع عن الوطن هم الجنود، والذي يتصدق على الفقراء هو الإنسان المنفق أو الإنسان المتصدق. لذلك هنا نقول في هذا المثال أنه اشتمل على استعارة تصريحية. لماذا؟ لأننا حذفنا المشبه وهو الجندي أو الجنود وأبقينا على المشبه به، وفي المثال الثاني أيضا حذفنا المشبه هو الإنسان المتصدق أو الإنسان المنفق وأبقينا على المشبه به. وأيضا نقول أن في هذه الأمثلة أو في هذين المثالين استعارة تصريحية، في المثال الأول شبه الجنود بالأسود وحذف المشبه وهو الجنود وأبقى على المشبه به، في المثال الثاني شبه المتصدق أو المنفق بالبحر ولكنه حذف المشبه وأبقى على المشبه به، وهذه استعارة تصريحية. إذن السؤال الأول أبناء الطلاب يأتي في الامتحان بهذه الصيغة أو بهذه الطريقة، يأتي بمثال ويقول لك بين نوع الاستعارة، فإذا كان المثال من الأمثلة التي ذكرناها واشتملت على استعارة تصريحية فنقول أنها استعارة تصريحية، ونوضح معنى الاستعارة أنه شبه كذا بكذا ولكنه حذف المشبه وأبقى على المشبه به. وهذا هو النوع الأول من أنواع الأسئلة، ولكن عندنا أبناء الطلاب نوع آخر من أنواع الأسئلة، وهو
النوع الثاني يا أبنائي الطلاب من أنواع الأسئلة هو كيف نقوم بتحويل التشبيه إلى استعارة تصريحية. إذا نظرنا إلى هذه الأمثلة المكتوبة على اليمين من المثال الأول إلى المثال السادس أبنائي الطلاب، كلها تشبيهات مكونة من مشبه ومشبه به، لكن السؤال هنا كيف نقوم بتحويل التشبيه إلى استعارة تصريحية؟ استعارة التصريحية كما قلت لكم أبنائي الطلاب عبارة عن تشبيه حذفنا منه المشبه، حذفنا منه المشبه. فالخطوة الأولى لتحويل التشبيه إلى استعارة أننا نقوم بحذف المشبه، فنقول رأيت القمر. هنا تلاحظون أننا قمنا بحذف المشبه وهو الطفل، رأيت القمر. ثم نقول جالسا بين إخوته. ما فائدة هذه العبارة أبنائي الطلاب؟ إذا قلت أنا رأيت القمر، فقد يكون القمر هنا هو القمر الحقيقي، لكن عندما أقول جالسا بين إخوته فهذه تسمى القرينة التي تمنع المعنى الأصلي. فالمعروف والمعهود أن القمر لا يجلس بين إخوته، فالذي يجلس بين إخوته هو الطفل. إذن هذه استعارة تصريحية. لماذا؟ لأننا حذفنا المشبه وأبقينا على المشبه به، ولكن هذه القرينة هي التي منعت المعنى الأصلي، أي أن المراد أو المقصود من كلمة القمر هو الطفل وليس القمر. المثال الثاني أيضا نحول التشبيه إلى استعارة بنفس الطريقة، نقوم بحذف المشبه ونقول هذه زهرة جميلة، لكن لابد من الإتيان بالقرينة التي تمنع المعنى الأصلي. فلو قلت أبناء الطلاب هذه زهرة جميلة، فقد يكون المقصود هنا زهرة جميلة رأيتها، لكن عندما أقول تحملها أمها فوق كتفها، فالمعروف والمعهول أن الذي يحمل فوق الكتف هي الطفلة الصغيرة أو الطفل الصغير، وليس المقصود هنا الزهرة التي نراها في الحدائق. إذن هنا أبناء الطلاب وظيفة القرينة أنها تمنع المعنى الأصلي، أنها تمنع المعنى الأصلي. عند الوداع انهمر الدمع كالمطر، عند الوداع انهمر الدمع كالمطر، هنا شبه الدمع أبنائي الطلاب بالمطر. فعند تحويل هذا التشبيه إلى استعارة، الخطوة الأولى نقوم بحذف المشبه وكلمة الدمع، وأقول عند الوداع انهمر المطر من العيون. فالمعروف والمعهود أن الذي ينهمر من العيون أو يسيل من العيون هي الدموع، لذلك كلمة العيون هي القرينة التي منعت المعنى الأصلي، أي أن المقصود من المطر هنا الدموع وليس المطر. المثال الرابع أيضا كذلك، الأم شمعة، هنا شبه الأم بالشمعة، فعند تحويل هذا التشبيه إلى استعارة ماذا نفعل؟ نقوم بحذف المشبه وأقول رأيت شمعة تحترق لتنير الطريق لأبنائها. إذا قلت أبنائي الطلاب رأيت شمعة، فقد يكون المقصود هنا الشمعة الحقيقية، لكن وجود القرينة وهي عبارة تحترق لتنير الطريق لأبنائها، هذه القرينة هي التي منعت المعنى الأصلي. فالمقصود هنا من كلمة شمعة هي الأم، لأن الذي يحترق من أجل أبنائه دائما هي الأم. في المثال الخامس أيضا أبنائي الطلاب، أنزل الله على الرسول القرآن نورا، فهنا تشبيه شبه القرآن بالنور. فعند تحويل هذا التشبيه إلى استعارة تصريحية، الخطوة الأولى والأهم هي أننا نقوم أبنائي الطلاب بحذف المشبه، فنقول أنزل الله على رسوله نورا. فالمعروف والمعهول أن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. المثال الأخير أبنائي الطلاب، انقض الجندي كالأسد على الأعداء، فهنا شبه الجندي أبنائي الطلاب بالأسد. فعند تحويل هذا التشبيه إلى استعارة نقوم بحذف المشبه، وهذه الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك نقول رأيت أسدا يدافع عن الوطن، رأيت أسدا يدافع عن الوطن، أو دافع أسودنا عن الوطن ضد الأعداء. فالمعروف والمعهول أن الذي يدافع عن الوطن هم الجنود وليس الأسود. فإذا عند تحويل التشبيه إلى استعارة هناك خطوة مهمة أبنائي الطلاب، هي أننا نقوم أولا بحذف المشبه.
لكن إذا جاء السؤال وقال لي حول الاستعارة التصريحية إلى تشبيه، فنقوم برد ما حذفناه. عند تحويل التشبيه إلى استعارة حذفنا المشبه، عند تحويل الاستعارة إلى تشبيه نقوم برد المشبه مرة ثانية. أبناء الطلاب، فعندما أقول رأيت القمر جالسا بين إخوتي، هذه استعارة تصريحية، حول هذا المثال إلى تشبيه فأقوم برد المشبه الذي حذفناه، فأقول رأيت الطفل كالقمر جالسا بين إخوته. وهذه الطريقة لكي نحول التشبيه إلى استعارة أو الاستعارة إلى تشبيه. أيها الطلاب، في نهاية هذه الحصة أشكركم على حسن استماعكم، وأراكم في حصة جديدة إن شاء الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.